وجواب شكر من المكسب الإداري. عايز بقى يعني استرجع معاك برضو في الملعب ده لما كان الاهلي بيجي والزمالك، كنا بنقعد نتفرج عليه. كنا بنقعد نتفرج عليهم ونقعد في كرسي هناك كده لوحدينا ونشوف الفرقتين ونبقى مبسوطين والله انهم بيلعبوا في ملعبنا. لا الترسانه بقى كابتن مصطفى رياض وكابتن شاذلي والجيل الذهبي ده، ولما الاهلي بيجي يلعبكم هنا والزمالك بيلعبكم هنا. اهلي ايه؟ اهلي الاهلي اهلي. انا هقول لك على حاجه، انا تاريخي مع النادي الاهلي كان في شو يعني، انا كنت بجيب جوان فيهم وبتاع الحاجات دي كلها. كنت هداف انت على الاهلي. انما اللي حصل بالظبط، انا حبيت الكابتن صالح سليم الله يرحمه. الله يرحمه. ويعني حاجه غريبه، لان هو كان في ماتش منتخب القاهره في لعب في النادي الاهلي، كانوا بنلعب ماتش وانا وانجرايت، وبعدين انا ما كنت يعني مهزوز وبتاع والحاجات دي كلها. فدخلت قلت اللبس، لقيت واحد بيحط ايده على كتفي كده ويقول لي مالك؟ مالك؟ قلت له والله يا كابتن. قال لي انت احسن من كده، في ايه؟ قلت له يا كابتن، الكابتن حسين مدكور، الكابتن الجندي، كل ما امسك كوره العب اعمل بتعمل لخبطني. قال لي اقول لك على حاجه ونفذها. قال لي حط في ودانك قطن وانزل واعمل اللي انت عايزه. فقلت الحمد لله، فاجرب العمليه يعني ما احطش قطن يعني ما تسمعش. يعني ركز في الملعب. بس بركز في الملعب. فركزت في الملعب وعملت كل حاجه ورحت جايب جول. من ساعتها وكابتن صالح سليم افضله عليا في الكلمه دي. وحضرتك بتتكلم عن الجيل الذهبي، كابتن صالح سليم في الاهلي، كابتن ميمي الشربيني وكابتن طه اسماعيل وكابتن مروان في غنفاني، كابتن حماده امام في الزمالك، كابتن وسعاد ابو النور الله يرحمه، ابو جريشه في الاسماعيلي وعلى ابو جريشه وكانوا ناس كتير جدا. جيل الستينات ده كان جيل عظيم، كان في معظم اللعيبه كويسين جدا جدا. بقول لك كانوا نجوم. العلاقه بقى، العلاقه يعني لغايه دلوقتي علاقتنا مع بعض كويس، لسه مستمره. مستمره لان بقول لك الولاء. الولاء حتى مع الخصم. كنا مع بعض. ما بنضربش بعض. ما بنتخانقش مع بعض. هقول لك على حاجه، احنا كنا بنلعب مثلا مع الزمالك نكسب نغلب، كنا نقابل بعضنا نفطر في عند ابو العيله في قهوه في قهوه نفطر فيها ونقوم مع بعض. نفطر مع بعض ونرجع نمشي نروح، هو يخش هنا واحنا نخش هنا. ما فيش حاجه اسمها التعصب الجامد. ودي رساله مهمه من حضرتك، زي ما احنا تذكرنا الايام الحلوه والمباريات الحلوه هنا في ملعب الترسانه، تعالى بقى ندخلك اوضه اللبس عشان نرجع لك الذكريات الحلوه. اوضه اللبس دي اتغيرت. اتغيرت جامد جدا. كانت اوضه اللبس ساعتها كانت طرقه قد كده صغيره. وكان اوضه يا دوبك على قدنا. كانت امكانيات قليله لكن المواهب كانت كبيره. كانت يعني ما كانتش يعني جامده ولا فيها رخام دلوقتي وفيها ادلبه والحاجات ديت. يعني كانت حاجات كويسه، يعني اتعملت حاجات كويسه. فانا برجو ان كل الحاجات دي لازم اللعيبه بقى تاخد بالها منها وتشد. لازم يعرفوا النادي اللي بيلعبوا فيه نادي كبير. ويشدوا على اساس ان هم نطلع بقى. انا نفسي قبل ما اموت اسمع الصحة يا كابتن، اسمع يعني ان هم طلعوا الدرجه الاولى. ربنا يديك الصحه. ده احنا دلوقتي عايزين بقى ندخل دلوقتي في اوضه اللبس ونتفكرنا بقى بالتشكيل الترسانه. اوضه اللبس كانت كده زمان يا كابتن مصطفى؟ لا طبعا. حاجه تانيه، دي عظمه، ده صالون. لا كانت اوضه اللبس صغيره وكان فيها حمام كده. كنت بتقعد هنا فين يا كابتن مصطفى في اوضه اللبس؟ والله كانت كده. كده هي يعني الاوضه كانت كده. وكان في بانيو عشان نقعد في الميه السخنه. والتشاش ثلاثه وثلاثه كنا بنقعد نستنى بعض. لما هيخلص ده يخلص ده يخلص ده يخلص. والحمد لله يعني كويس كده اللي احنا مفتكرين الحاجه دي. طب واحنا هنا بقى يعني ده ما كانش موجود زمان، كانش فيه كلام. مفيش. لا الكلام ما كانش موجود. الكلام كان عم شيوي على سبوره كبيره بالتباشيره.
وكان بيقول ويعد ويحمل وكل حاجة، وإحنا قاعدين يعني بنستمع، إنما جوانا اللي نعمله هنعمل حاجة تانية. يعني أنت كلاعب ما بتاخدش كلام المدير الفني بس، ألتزم بحتتي زي ما بيقول لي ويعمل، إنما إحنا في مخنا حاجات تانية. يعني أنا ناحية اليمين جات له الكرة مشيت، ما اروحش ناحية الشمال، لا بروح تشتغل بس ارجع على مطرح. مين المدير الفني وقتها كان بتاع ترسانة في الستينات وقت ما اخدته بطولاته وصنعته تاريخ كبير؟ ما كنت انا والشاذلي، لا المدير الفني. المدير الفني كان الشيوي. الشيوي كابتن الشيوي. كابتن الشيوي الله يرحمه. كابتن علي عثمان. ومين تاني يا ربي؟ بس افتكر. طيب تفتكر مين بقى كابتن الجيل العظيم، جيل الستينات، جيل اللي صنع تاريخ كبير؟ على قد ما افتكر اتفضل الكابتن بهاء حارس المرمى، محمد بجنيد هنا، خير حسين، محمد بجنيد هنا، خير حسين، خير حسين، كابتن الشغبي، كابتن الشغبي، فتحي بيومي هنا، فتحي بيومي، ابراهيم الخليلي، ابراهيم الخليلي، الثلاثة اللي قدام اللي انا فاكرهم، محمود حسن ناحية الليفت، مصطفى رياض، والشاذلي، والشاذلي، ومحمود حسن. محمود حسن انا مش فاكر الثاني. ده الجيل الذهبي اللي صنع تاريخ الترسانة في الستينات. ده اسامة يعتبر تاريخ الترسانة، ده العصر الذهبي، ده تاريخ عظيم وتاريخ مشرف. عايز برضه كابتن مصطفى، يعني حضرتك كنت مشارك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وحقق يعني حقق فيها إنجاز كبير. كابتن مصطفى رياض يعني بيسجل 6 أهداف. عايز أسترجع برضو مع حضرتك تشكيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. حقيقة كانت فاكر سنة كام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو؟ كانت 64. فاكر 6 أهداف؟ 6 أهداف دي في كوريا كسبنا 10، وكانت أنا نصيبي 6 جوان، كان رقم قياسي وقتها. الحمد لله. طيب فاكر التشكيل بقى وقتها؟ كان الكابتن خورشيد، خورشيد في حراسة المرمى، الكابتن الاسناوي، اسناوي ايوه، محمد بدوي، بدوي، ورأفت عطية، رأفت عطية، ويكن، كابتن يكن كبير في نص الملعب، كان الفناجيلي، فناجيلي، وسمير قطب، ايوه الفناجيلي، وكان سمير قطب، وشحته تسمع عليه، وكان كابتن شحته، كابتن شحته، وكان بقى مصطفى رياض ومحمود حسن، وهنا كابتن قدام كابتن مصطفى رياض ومحمود حسن، كابتن محمود حسن وشاهين، وكابتن ميمي درويش، وكان برضو كابتن، لا ما كابتن درويش كان ورا بقى، كان بالاحتياطي. كان الكابتن طه اسماعيل برضه. وكابتن طه اسماعيل، الدكتور طه اسماعيل، بس هم. تعال كابتن مصطفى بقى نستكمل حوارنا فوق في المدرج، ونسترجع الذكريات الحلوه والمباريات الحلوه اللي شهدت يعني العصر الذهبي لنادي الترسانة ان شاء الله. تعال اتفضل كابتن.